كابتن حماده، يعني في ظل طبعا المعطيات دي وطبعا مباراه ان شاء الله باذن الله زي ما حضرتك قلت وانا باكد على في كلام حضرتك ان شاء الله المتناول مباراه يعني، سهله في باذن الله، المتناول. نادي الزمالك يقدر يعديها باي سكواد موجود ان شاء الله، نادي الزمالك كبير ومنحدر. عايز اخد راي حضرتك في موضوع الصفقات، يعني شبه احنا تمام بنقفل الصفقات خلاص، صفقتين او 3 صفقات ان شاء الله على وجه خير. التحديد ان شاء الله، ويكون سكواد نادي الزمالك فول اوبشن. بص احنا هنبدا من الصفقات، من مراكز اللعيبه في الملعب. يعني نعم هنبدا في البدايه من حارس المرمى. نعم انت كنت محتاج حارس مرمى مع عواد المتالق، وجالك طبعا محمد صبحي، ده حارس المستقبل بالنسبه لنادي الزمالك وبالنسبه لمنتخب مصر، نعم فطبعا صفقه جيده جدا محمد صبحي. كنت محتاج سرد باك فجبت الزناري، نعم برضك لعيب كويس من طلائع الجيش. كنت محتاج باك رايت فجبت عمر جابر، وعمر جابر برضك لعيب من اللعيبه الدوليه ولعيبه نعم مؤثره. كنت محتاج لعيبه في نص الملعب، جبت زكريا الوردي وجبت دونجا ربنا يشفيه، طبعا انا عارف ان هو راح نعم يتعالج في قطر او كده ربنا يشفيه. نعم جبت في الخط الامامي نضايف، واللي هو اللي اسمه سامسونج. سامسونج، نعم سامسونج مش كده، مش نعم سامسونج عشان ما يبقاش اعلان ولا حاجه، سامسونج. سامسونج. فدي برضك نعم صفقتين. يعني وش الزمالك كان حلو عليه لاول مره كمان بينضم لمنتخب بنين، يعني طبعا مبارك له، وهو دي الصفقات اللي بيجي نادي فدي الزمالك، بس يعني اللعيبه يمكن انا الدوليه. بقى ممكن تبقى مثلا محتاجين مثلا ربنا يكرم كده النادي، ونجيب صفقه مهاجم، يبقى موجود ان شاء الله مهاجم كده مع الجزيري ان شاء الله ان شاء شغالين الله يبقى عليها كده. وهم باذن انا الله. عارف ان المجلس شغال والناس ما نعم بتنامش، وخلي بالك هي المتعه اللي انت مثلا تشتغل في نادي الزمالك او تبقى مثلا رئيس نادي الزمالك. ما انت برضو ده تاريخ بيتكتب لك، اما طبعا بتبقى موجود وبتاخد بطولات، ما ده تاريخ زي نعم تاريخ اللاعب زي نعم تاريخ المدرب، بيبقى برضو ما احنا بشر. ما انا عايز انجح، نعم انا كحماد عبد اللطيف مثلا محلل دلوقتي عايز اكون محلل كويس. في نعم مثلا رئيس نادي بيشتغل عشان الناس تفتكره بعد كده وتكتب عنه، قال مثلا ده لما كان موجود خدنا بطولات كذا وكذا وكذا. في مدرب، مدير فني، في لعيب، في ناشئ بيبقى عنده طموح. ففكره الطموح ده يبقى حلو، الطموح اللي انت دايما وحب الحب الكيان يا كابتن، حب المكان، انت لما بتحب المكان طبعا بتديله وبتخلص له بكل كل جوانحك كلها، فبتشتغل فربنا بيكرمك والتوفيق بيجي. وكل في الاخر كلنا بنستر تاريخ للكيان نفسه، نعم لنادي الزمالك، نعم سواء بقى لعيب، سواء مدرب، سواء رئيس نادي، سواء عضو مجلس اداره، سواء فرق نعم طبعا جمعيه زي كره طبعا اليد. طبعا حدث على كره اليد اللي انا بعشقهم طبعا، احمد مرتضى عامل شغل جامد طبعا جدا طبعا، طبعا. وكره السله وكره الطايره، فعاملين طفره كويسه. احنا ده نعم نادي الزمالك احنا عايزين. انا مش عايز مش هاخد بطوله بغصب من عن حد، انا عايز اخد بطوله هكون كويس، فربنا هيكرمني عشان هاخد بطوله لان انا كويس. انا نعم نادي الزمالك كده، انا بقعد فترات نعم طويله ممكن ما فيش توفيق، ما بيحالفنيش التوفيق ان انا اخد بطولات. لكن دلوقتي اما بتكتمل الاعمده الرئيسيه لفوز نادي الزمالك بالبطولات، زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، هي مش في الملعب بس، مش 90 دقيقه في صح، الملعب، هي في عوامل منظومة ككل، خارجيه منظومة جوه داخل المنظومه بتخلي اللعيب ده كويس ليه، او نعم المدير الفني ده كويس ليه، او الاداري ده شغال كويس ليه. فاهم ازاي؟ دايما الاستقرار، نعم الامان، ابحث صح على الاستقرار صح والأمان هتنجح أي شيء.